أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر نفطية في شركة نفط الجنوب البصرة بأن إنتاج حقل الرملية النفطي عاد مجددا للارتفاع بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية التي بدأت منتصف الشهر الماضي من 1,380,000 برميل إلى حوالي 1,500,000 برميل يوميا. يشار إلى أن حقل الرميلة تقوم بتطويره شركتا بريتش بتروليوم وبترو تشاينا بالاشتراك مع شركة نفط الجنوب.